لقد عودتكم كليتكم كلية علوم الحاسوب والرياضيات على تعدد وتنوع النشاطات. على بركة الله تنطلق فعاليات ندوتنا العلمية. بصراحة لكون محاضرتي محاضرة البداية فسأنتقل من الخاص إلى العام وسأبتعد عن المعادلات الرياضية وصولا إلى النتائج مباشرة، حيث استبعدت الكثير مما كان موجودا في هذه المحاضرة. بداية هناك تحديات للتعامل مع البيانات المناخية، هناك عدد من التحديات الرئيسية المتعلقة بالتنقيب ببيانات المناخ، فقد تزامن انتشار البيانات مع زيادة التعقيد وتنوع منتجيات إنتاج البيانات، وتشتق البيانات الآن من خلال خوارزميات معقدة. الأمر الآخر تناقضات التنوع التي تؤتي منها التناقضات. تغير المناخ واحدة من أهم المشاكل التي تواجه العالم. جميع الأقطار في المعمورة مهتمين بهذا الموضوع، جامعة الموصل أيضا ضمن اهتماماتها في هذا الموضوع تريد أن تسلط الضوء. اليوم نحاول في كلية علوم الحاسوب والرياضيات أن نربط الإحصاء بالتغير المناخي. هنالك أرقام عديدة يتم الحصول عليها سنويا من درجات الحرارة وسرعة الرياح وكمية الأمطار. علم الإحصاء هو العلم الذي سيعمل على تحليل هذه البيانات لاستخراج معادلات وخوارزميات مهمة جدا تساعد في فهم التغير المناخي في العالم. اليوم تعقد كلية علوم الحاسوب والرياضيات ندوتها الموسومة دور الإحصاء في معطيات التغير المناخي. هذه الكلية المعطاءة التي عودتكم دائما على إقامة كافة النشاطات المتنوعة والحديثة والتي تصب في خدمة المؤسسات التعليمية وخدمة المجتمع. بالنسبة لظاهرة التغير المناخي، هي ظاهرة أثرت على مستوى الكرة الأرضية من ناحية ارتفاع درجات الحرارة، من ناحية الفيضانات، من ناحية التلوث البيئي. فهذه الظاهرة هنالك تحديات ودراسات عدة للحد من هذه الظاهرة. دور الإحصاء والتحليلات البيانية التي ممكن أن يقوم بها، خصوصا بالتعشق مع البيانات الضخمة، معالجة هذه البيانات والاكتشاف والتنبؤ بما سيحدث مستقبلا. تقيم كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل ندوة بإشراف قسم الإحصاء والمعلوماتية حول التحديات التي تواجه الأدوار التي يمكن أن يقوم بها علم الإحصاء في مواجهة التحديات المستقبلية للتغير المناخي. سيكون في الندوة أربعة محاضرات تتناول الأدوات الإحصائية التي يمكن تفعيل استخدامها من أجل دراسة التغير المناخي من حيث البيانات التي تتعلق بالمناخ والاحتباس الحراري، وتفعيل الأدوات الإحصائية المتقدمة في إيجاد صورة مشتركة للتعاون بين تخصصات الجامعة. أخص بالذكر قسم الإحصاء والمعلوماتية، قسم السدود والموارد المائية، تقنات البيئة، مركز التحسس النائي، التي تشترك في الاهتمام بهذا الموضوع. يعد التغيير المناخي وتأثيراته على مستقبل الأرض من أكبر التحديات التي تواجهه البشرية، مثل ارتفاع درجة الحرارة والفيضانات والتلوث البيئي وغيرها من الأحداث اللي تعد تطرفا في تغيير المناخ، فضلا عن تأثيرها على الاقتصاد العالمي اللي يأثر بشكل كبير عليهم. أما ما يخص عمل الأنواع الجوية لهم، احنا نزودهم بالبيانات والمعلومات المناخية على مدار 30 سنة و40 سنة أو حتى 50 سنة. تدخل هذه البيانات طبعا في برامج الإحصائية وتكون عونا لهم في مخرجات البحوث العلمية لهم.